هيجي اسهل 0375000. السايت بتاعي مفيش زيه اكيد، لان اي ام تقول احسن منه. تقدر تدخل على ادخل على الهوت ميل والياهو تشات والفيسبوك وكل ده من داخل www.imtool.com. لكن قولي من السايت بتاعك تقدر تدخل على التوظيف؟ تقدر تصمم اعلان وتعلن عنه داخل السايت بتاعك؟ تقدر تشوف فيديوز على اليوتيوب؟ تقدر تدخل على جوجل توك؟ انا اقدر اعمل كل ده من www.imtool.com. الكلام بيحذف تماما، يتم محو الكلام ومسحه. وطبعا مع التوقيع ممكن يكتب اي حاجة تانية، يعني المبلغ لو انا كاتب مثلا 5000 جنيه فممكن يكتب 50000، 100000، مليون. وطبعا القلم نفسه كمان بيمسح من تحت، يعني فيه بس بتعمل شوية يعني أدى نفس التوقيع اهو، يعني بيمسح بس بيسيب اصلا، يعني بالولاعة ما بيسيبش اصلا، هنا بيمسح. مشاهدينا، بسبب هذا القلم الصيني يمكن أن تتهدم بيوت وتتحطم عائلات ويضيع مستقبل المئات. هذا القلم الذي انتشر في مصر يكتب وبسهولة يمكن مسح ومحو كل ما كتبه كأن شيئا لم يكن. الأجهزة الأمنية حذرت البنوك والمواطنين، فكل مواطن يوقع يوميا على أوراق أو عقود أو شيكات أو إيصالات أمانة أو حتى شكاوى عادية، وبالتالي يمكن أن يسقط في فخ الأقلام الصينية التي تستخدم في النصب والتزوير. معايا داخل الاستوديو أستاذ طلعت شهابي، مدير عام البنك العقاري المصري العربي. أستاذ طلعت أهلا بيك. أهلا. معايا أيضا اللواء ضياء عبد الهادي، الخبير الأمني والمحامي بالنقض. سيادة اللواء أهلا بيك. أهلا. معايا الأستاذ عبد اللطيف محي الدين، المحامي. أستاذ عبد اللطيف أهلا بيك. أعتقد أنها قضية بتهم كل مواطن وكل بيت، كل مؤسسة حكومية أيضا وكل مؤسسة خاصة، لأنه التعاملات اليومية اللي بتستخدم فيها التوقيعات وبتستخدم فيها الأقلام الحقيقة يمكن أنه تخلينا نحس بالخوف وبالفزع وبالذعر. ده الألم الصيني. الألم ده لازم أنا يعني بمسح بيه، بس في ألم تاني بيمسح بعد شوية، يعني من نفسه تلقائيا كل ما كتبته بيمسح. أنا عايز أشوف تقولي بس بعض الحالات، أنا يعني ممكن أبدأ أنا معاك لو أنا كتبت، عشان بس أوضحها للمشاهدين. لو أنا كتبت أي حاجة، يعني استلمت أنا الموقع أدناه، أي حاجة استلمت أنا الموقع أدناه، مبلغ قدر مثلا، مبلغا وقدره كذا، وحوقع وائل حسن محمود، اسمه بالكامل، وهعمل توقيع. ده زي اي حد ممكن انه يوقع، يعني فجأة اما انه يشيل الكلام اللي فوق ده، يعني ده الألم واستخدامه، يعني ملخص للي ممكن يبقى مكتوب بالألم الصيني. ف بالولاعة على طول الكلام يروح، الكلام بيحذف تماما، يتم محو الكلام ومسحه. وطبعا مع التوقيع
ممكن يكتب اي حاجة تانية. اي ضعف يعني المبلغ لو انا كاتب مثلا 5000 جنيه فممكن يكتب 50000 100000 مليون. وطبعا القلم نفسه كمان بيمسح من تحت يعني فيه بس بتعمل شوية يعني يعني أدى نفس التوقيع اهو يعني بيمسح بس بيسيب أثر يعني بالولاعة ما بيسيبش أصلا هنا بيمسح يعني. ده بيان أولي كده إن أنا قدام قلم صيني الناس هتوقع بيه أو إنها هتكتب بيه أي حاجة وبعد كده تفاجأ بأنه هذا الكلام تم تعديله وتم تغييره أنه الشخص اللي يوقع بهذا القلم أو اللي استخدم معه هذا القلم أصبح ضحية لعملية نصب وممكن يدخل فيها السجن ممكن بيته يتحطم العيلة نفسها تدفع الثمن. إيه الأشكال المختلفة النماذج المختلفة للتعامل مع قلم من هذا النوع يعني حتى المواطن البسيط اللي هو بيوقع على حاجات عادية زي مثلا من الناس مدان بشخص ما بمبلغ معين بقول له يا عم أنا هديني الفلوس بتاعتي وأنا همدي لك على إيصال أمانة ويجيب القلم الصيني ده ويقوم ماضي من تحت بعد ما أنا استلمت أنا فلان الفلاني مبلغ قدره لا اكتب لنا كده اكتب يعني لنا مثلا استلمت أنا الموقع أنا مثلا عبد اللطيف محي الدين من السيد مثلا فلان الفلاني مبلغ كده وجاي من تحت هنا موقع مثلا سواء فورم او حاجه فهنا القلم اللي هو اللي معايا ده يعني انت كده خلاص الشخص ضمن حقه بانك اديته امانه بالمبلغ اللي انا سلمته منه لو انا استخدمت القلم اللي هو ذات الحبر اللي بيروح لوحده يفاجئ الشخص ده بعد ما ياخد ايصال الامانه ويحطه في جيبه انه توقيعك مش موجود ان اصلا مفيش حاجه في الايصال كلها مش موجوده ونوعيات تانية اللي هو القلم اللي يعني انا دلوقتي انت مدين ليا او بتوقع لي على ايصال امانه باي مبلغ من 5000 ل 100000 ل 100 لمليون لاي حاجه لكن بافاجئ انه حقي ضاع لانه القلم تم محو ومسح كل ما كتبه والقلم الثاني هو النوع القلم الثاني اللي هو النوع الثاني اللي لازم حد يمسحه بالظبط كده يا اما انا امسحه اللي هو بظهر القلم وده طبعا بيسيب اثر وطبعا ممكن برضه لو هو راح ابحث في تصوير بيبان ان هو كان في شيء ممحد فيه فتستخدم الولاعة مجرد حاجه بسيطه جدا كده كل اللي تم ده كله راح وفاجئنا ان احنا قدام شيء مش موجود بالمره يعني كمان انه لو في قضايا كمان في المحاكم والنيابات وفيها مثلا حتى لو ايصال امانه تم توقيعه توقيع ممكن انا مثلا انا مثلا كسبيل المثال وقعت مثلا احد وقع مثلا ايصال امانه وراح مثلا فرد ما السكرتير مثلا الجلسه يقول له مثلا انا عايز اصور قضيه او عايز اطلع عليها وفي خلصه منه على ايصال الامانه راح ممشي عليه مثلا اللهب ده مثلا اصبح انه قدام موجود قدام القاضي ايصال امانه منظر من القاضي بتاريخ الجلسه المتقدم فيها وفي ذات الوقت مش ممهور التوقيع تم اصبح ان انا السند اللي انا مدان بيه مش موجود. طيب وهسمع الاستاذ ممدوح الصنباطي وهو كاتب في الموقع الرسمي لبرنامج الحقيقه وعاوز اقول انه كان صاحب فكره هذه الحلقه وهو اللي نبهنا الى مخاطر هذا القلم الصيني الذي انتشر في الاسواق المصريه الان. استاذ ممدوح قول لي يعني بشكل شعبي كده انا عاوز كيف نحذر المواطن لانه الأجهزة الأمنية اهتمت بتحذير البنوك والمؤسسات الحكومية ومعنا الأستاذ طلعت شابي هيكلمنا ما يتعلق بالبنوك والمعاملات حتى مع المؤسسات الحكومية لكن المواطن كيف يمكن أن يسقط في فخ هذا القلم الصيني؟ إذا كان القلم بحوزة الدائن فيمكنه أن يحذف السطر اللي هو متفقد فيه المبلغ وزيادة المبلغ كيفما يتراءى له في حالة القلم إذا كان مع المدين فلازم يكون هنا في موظف فاسد مع احترام للقضاء المصري ومن يمثله والقائمين عليه وإنما ممكن يكون سكرتير الجلسة يتواطأ مع المدين إنه يروح يطلع على إيصال الأمانة بعد صدور حكم في أول درجة وإنه يعمل معارضة ويحاول يطلع على الوصف الأمانة إذا كان هنا سكرتير الجلسة من الموظفين الفاسدين في حالات بيتم ضبط حالات بعض الموظفين ويتم محاكمتهم اذا المساله يعني القضيه ليست مستبعده هي الخوف انه يبقى يعني حقوق الناس تضيع بهذا الشكل يعني و
واستاذ وائل انا مع احترامي للاستاذ عبد اللطيف محي الدين ونقابه المحامين والقائمين عليها، وانما للاسف الشديد وما يحزنني ان اغلب او بلاش اغلب يعني مش عامل بالنظره السوداويه، لا احنا هنقول ان بعض المحامين يعني هم اللي بينشروا الالم دوت باستخدامه لبعض الموكلين، ان موكله بيروح ضحيه طائله نصب معينه وما معهوش اي مستندات، فبيرشدوا لاستخدام الألم دوت بطريقة المحامي. وللأسف يعني المحامي متخرج من كلية الحقوق وهي تعني حقوق الإنسان، فعن طريق الألم ده بيتم سلب الحقوق من الآخرين وإعطائها للملوش حق من الأخرين. الحاجات البسيطة اليومية الشعبية اللي ممكن المواطن العادي يقع فيها زي إيه يا أستاذ ممدوح؟ كتابة عقد إيجار لشقة قانون جديد، ممكن انه يوقع صاحب العقار اللي هو المؤجر المالك الفعلي للشقه او الارض او العقار او سياره، يحولها من عقد ايجار لعقد بيع رسمي، وبيكون في الحاله ديت المالك او المؤجر تم التوقيع على كل اللي اتكتب. ممكن سعادتك كرئيس تحرير جريده يدخل احد الموظفين ياخد تاشيره حضرتك على كتابه كتبت بالقلم دوت، يجيب لي شكوى مثلا، او انه طلب انه عاوز يعني انقله من مكان لمكان ووقع، بعد كده يمحو الكلام اللي انا وقعت عليه ويحط كلام تاني يعني. بالظبط كده.